معايا عبر الهاتف الآن أيضا واحد من اللاعبين الكبار اللي مروا على كرة القدم المصرية، والآن مدرب رائع جدا، الكابتن الكبير كابتن هاني العجيزي، مدرب فريق 2005 بنادي السموحة. مشرف ومنور يا كابتن هاني. حبيبي جيم، وحشني، عامل ايه وحشني اخبارك؟ جدا، اخبارك ايه؟ طمني عليك. ربنا يخليك، والله الحمد لله بخير، والله امورك الحمد كويسة؟ لله بخير. هو ايه اللي حصل يا كابتن هاني في مباراة سموحة والزمالك؟ لا والله مباراة عادية طبعا، وتعادلنا، المباراة انتهت 1-1. 1-1-1، وبعد كده رجعنا ضربات الترجيح، لعبنا طبعا حوالي 27 ضربة أو 28 ضربة، 27 في الأول. وطبعا المباراة طبعا يعني طولت بشكل غريب، وطبعا المباراة كانت بدأت الساعة 4، طبعا الملعب اللي كنا بنلعب عليه المباراه ما كانش فيه اضاءه، وبالتالي طبعا يعني خلاص المغرب بدا ياذن واحنا موجودين في الملعب، وما كانش يعني ما كانش فيه رؤيه بالنسبه للحارس الحراس وبالنسبه للعيبه. طبعا كلمنا الحكم كذا مره ان خلاص يعني اللعيبه مش شايفه الجول، والحارس مش شايف الكوره، فبالتالي انهى المباراه. وبعد ما دخلنا الغرفه الملابس جاله تليفون تقريبا، هو كلم حد في اتحاد الكوره وقال له لا، حاول انت تكمل المباراه باي شكل، لو في ملعب جنبك او في اي مكان فيه اضاءه ممكن تكمل المباراه فيه، لان طبعا نادي الزمالك كان جاي من سفر وكان هيبقى صعب ان هو يرجع القاهره تاني ويرجع يحجز فندق تاني، مصاريف كبيره طبعا عليهم، وبالتالي كان لازم المباراه يطلع يكون لها فايز يعني. صحيح. الحمد لله نادي سموحه يعني انت عارف يا كريم ان هو غني بالملاعب وغني بالموارد اللي موجوده، وكان في ملعب بالفعل جنبنا كان الاضاءه فيه كويسه. فالحكم قرر ان هو يكمل المباراه في الملعب الاخر، وبالفعل رحنا الملعب الثاني. وبرضه الموضوع طول يعني، عارف اللي هو ايه، حاجه غريبه انا اول مره اشوفها في حياتي الصراحه، ان كميه ضربات الترجيح دي تتم في مباراه واحده. طبعا وصلنا لحد 37 ضربه وال 36 ضربه، وفي الاخر ربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا المباراه يعني. الحمد لله. كابتن انا عايز استغل وجودك معايا واسالك عن السوبر المصري، توقعاتك ليه ايه؟ معلش يا كريم الصوت بيقطع، معلش. بقول لك توقعاتك للسوبر المصري ان شاء الله. والله يعني طبعا السوبر المصري دلوقتي يعني 4 فرق، ف يعني انت عارف المباريات الاقصائيه دي يا كريم بتبقى صعبه شويه، فبالتالي ملهاش كبير يعني، انت حالتك في المباراه دي بتبقى عامله ازاي؟ شايف طبعا النادي الاهلي عنده دوافع كبيره ان هو طبعا خسران السوبر الافريقي قدام نادي الزمالك، فبالتالي اكيد مركزين بشكل كبير جدا ان هم لازم اللقب ده ما يخرجش عن النادي الاهلي. وطبعا في فرق قويه طبعا، نادي الزمالك طبعا خارج من مباراه السوبر وكسبان بطوله كبيره، وبالتالي يعني عايز ان هو يحقق بطوله ثانيه برضه على حساب النادي الاهلي، لكن هو عنده مباراه صعبه طبعا قدام بيراميدز. تقريبا ده يعني نهائي مبكر. النادي الاهلي برضه مش عايز اقلل من نادي سيراميكا، نادي سيراميكا عامل سكواد هايل السنه دي ومدعم بشكل كبير، لعيبه مميزه جدا، فاعتقد ان الماتشين هيبقوا ماتشين نهائيين من بدايتهم يعني. طبعا يعني ما بنقدرش ان احنا نتجحنا بصراحه مين اللي ياخد البطوله، لكن الاقرب والاقرب للموضوع طبعا النادي الاهلي، لان انت عارف النادي الاهلي يعني في الماتشات الكبيره اللي زي دي بيبقى ليه شخصيته بتبان في الماتشات دي يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن هاني العجيزي، مدرب فريق 2005 بنادي السموحه، نجم النادي الاهلي الاسبق، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.